أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تجوز عيادة الكافر لغرض إدخاله في الإسلام وترغيبه فيه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب لما حضرته الوفاة ودعاه إلى الإسلام، وعاد يهوديا كان يخدمه فلما حضرته الوفاة عاده النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام. فعيادة المريض من أجل دعوته إلى الإسلام، المريض الكافر من أجل دعوته إلى الإسلام شيء طيب، لأجل يختم الله له بالإسلام، تكون أنت السبب في إنقاذه. ولهذا لما أسلم اليهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.